طبعا اهلا بيك على شاشه الاهلي. Muchas gracias, muchas شكرا gracias. جزيلا، اشكركم شكرا. جزيلا. Saludos para todos. Aquí احييكم estamos, جميعا. نحن الان من هنا من المكسيك. انه بدواعي سرورنا ودواعي فخري ان اكون معكم وان اظهر على هذه الشاشه. اعرف ماذا يعني الاهلي في مصر وهذا العشق الجارف للكره الذي يقدمه الاهلي. انا منذ صغري عندما رأيت أحد مباريات المنتخب المصري في عام 1984 في لوس أنجلوس في الأولمبياد، وأتذكر جيدا اللاعب الكبير الذي كان يحمل الرقم 10 في ذلك الوقت والذي يسمى محمود الخطيب، أحد أهم أسماء الكرة الموجودة على مستوى أفريقيا وفي العالم. عرفته الآن أنه قد أصبح رئيسا للنادي الأهلي. لكن هذا اللاعب أنا رأيته وكنت صغيرا وأبهرت بما كان يفعله بالكرة. ثم بعد ذلك في عام 1990 تقابلنا، مصر تعادلت وكان هناك أحد اللاعبين يحمل رقم 9 حسام حسن، وكان أحد أيضا اللاعبين المشهورين في الأهلي. لذلك شكرا لكم، وهو بالفعل من دواعي سروري أن أكون معكم على تلفزيون الأهلي. أرسل إليكم أشواقي وأحضاني للجميع. خليني في البداية أبارك لك طبعا على تأهل بطل المكسيك تيجريس أونال لدور النهائي أو للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية في ظل أول مشاركة لي في البطولة. كتير بيروها نتيجة ومشوار غير متوقع، إزاي استقبلته ده في المكسيك؟ ومن وجهة نظرك إيه هي فرصه في التتويج بالبطولة بعد طبعا ما يتخطى عقبة بطل أوروبا والمرشح الأول للفوز باللقب بايرن ميونخ؟ ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que finalmente para el fútbol mexicano الكرة المكسيكية وفريق مثل فريق تيجري أن يصل إلى قطر، الناس إلى هذه البطولة، أعتقد أنه أيضا بالنسبة إلي مهم جدا. لن بالفعل لن أقارن بين الأهلي وتيجري، لأن الأهلي فريق كبير له تاريخ طويل، له بطولات كثيرة، له حضور قوي جدا سواء في مصر أو في قارة أفريقيا. تيجري فريق أصغر بكثير، ليس له ما للأهلي من هذه الشهرة، لكنه هو أحد الفرق الموجودة في الشمال في مدينة مونتريي، وهذه المدينة أحد أكثر المدن شهرة. في آخر 10 سنوات سيطر تماما هذا الفريق على الكرة المكسيكية على حساب فرق كبيرة مثل فريق أمريكا، تشيبا، أوساسول، بوماس، وكل هذه الفرق. هذا الفريق الذي نسميه بالنمور، الذي قام بضخ كم كبير من الاستثمارات، لأن هذا النادي يمتلك أحد أهم مصانع الأسمنت تسمى سيمكس، وأعتقد أن لها استثمارات في أماكن كثيرة بما فيها مصر، مما جعل من هذا النادي هو البطل الحالي والأكثر أهمية في المكسيك بالنتائج. وأنا سأتحدث عن عاملين مهمين. هذا المدرب البرازيلي، مدرب تيجري، الذي وصل إلى المكسيك منذ سنوات كثيرة، بل إنه لعب في الدوري المكسيكي. هذا الرجل الذي قام بتغيير الكثير من مفاهيم الكرة، وقام بضخ هذه الطاقة الغير عادية في فريق تيجريس، مما جعله أحد الفرق الكبيرة بالفعل. ثم هناك هداف الفريق جولياك، وهو بالمناسبة هداف منذ 6 سنوات، تحول بالمناسبة إلى أفضل هداف أجنبي أتى إلى المكسيك ليلعب في الدوري المكسيكي. لا، لكن اسمح لي خليني أسألك بشكل مباشر، هل كنت تتوقع تخطي عقبة بالميراس؟ ومن وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب اللي أدت إلى فوز تيجريس أونال على
فريق الفريق البرازيلي وبطل طبعا كوبا ليبرتادورس. يجب ألا ننسى أن المكسيك حتى سنوات قليلة كانت تشارك في كوبا ليبرتادورس وكانت تلعب في المجموعات الشمالية. كانت الفرق المكسيكية تدعى دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية للعب فيها. لذلك فإن تيجري وصل إلى نهاية كوبا ليبرتادورس ضد ريفر بليت في عام 2015 وخسر ذلك النهائي أمام الريفر بلات 4-0. لذلك أعتقد ما حدث مع بالميرس يدلل على أن هذا الفريق يعتبر فريق جيد، فريق يدار بذكاء، به كثير من اللاعبين المميزين بالفعل، خط هجوم قوي، دفاع، حارس مرمى، كارلوس السيرو الذي كان يلعب في إنتراخت فرانكفورت، بيسارو الأرجنتيني وهو كابتن الفريق بالمناسبة، بالإضافة إلى لاعبين من مهمين جدا، أحدهم من أمريكا الجنوبية من باراغواي كارلوس وأندري بيرديس وهو النجم الأكبر في هذا الفريق. طب يهمني أعرف رأيك يعني بعد ما قدر فريق تيجريس أونال ان هو يقصي بالميراس من قبل النهائي. احنا بنتكلم على مواجهه بين الاهلي وبالميراس، من وجهه نظرك مين فرصه ارجح للفوز بالمباراه، وايه هي من وجهه نظرك برضو سريعا اهم الحاجات اللي ممكن يلعب عليها الاهلي عشان يضمن الحصول على الميداليه البرونزيه؟ انا احترم الاهلي لكن اعتقد ان الكفة تميل ناحية بالميراس. الخبرة، أنا أحترم الأهلي بالفعل، لكن هذا البالميراس لم يلعب كما يلعب البرازيليين، لم يسلك سلوك البرازيليين. هذا الفريق الذي يفقد الكرة بهذه السهولة، هذا الفريق الذي يتراجع أمام هجمات فرق أقل منه على الأقل على المستوى النظري على المستوى التاريخي، ثم بعد ذلك لا يستطيعون الانطلاق في هجمات مضادة إلى آخره. أعتقد أنهم لو عادوا ولعبوا كما يلعب البرازيليون سيشكلون مشكلة كبيرة بالنسبة للأهلي، لأن بالميراس هو الذي فاز على سانتوس في ماراكانا في نهائي كوبا ليبرتادورس. أعتقد أن بالميراس الآن يمر بمشكلة، لكن الأهلي له الآن فرصة كبيرة أن يستغل هذا عدم التوازن الذي يمر به فريق بالميراس في الوقت الحاضر. هذا ما أدعو إليه الأهلي، أن لأن الفريق البرازيلي الآن لا يمكن أن أعتبره برازيليا. أنا بشكرك شكرا جزيلا ديفيد فايتلسون الصحفي بموقع ESPN، بشكرك على التواصل معنا.